البنات ليش عازفات عن الزواج؟ ما يبغي يتزوجوا دحين مو زي أول. لأن دحين يمديهم يأخذون حريتهم أكثر، مثلا يطلعون يتوظفون. أول البنت بس في بيتها، يعني ما تقدر تسوي شيء إلا أنها تتزوج وتروح بيت زوجها وتجيب بزورة ونظف ترتي. لكن دحين عادي بيها تتوظف، بيها تدرس، تكمل دراستها. حياة الفلة والانفتاح واللي كذا نروح المارات لحالنا وزي كذا، مو لما ما تكون فيه لما نتزوج، لما يعني يصير في حياتنا شخص لازم ندي له كل اهتمامنا، وكمان بعده يكون في عندنا أطفال، وحتصير يعني اهتماماتنا كلها تخصهم هذه. الصراحة أحس يعني ما يبغوا كذا يخربوا جسمهم أول حاجة، ثاني شيء يعني عندهم كذا أشياء كذا، يعني عندهم دراسة، عندهم أشياء يعني مبادئ بعدين زواج. ممكن عشان عادات الرجال دحين ما تناسب أغلب البنات، بعضهم صايرين معقدين، ما عجبوا بالانفتاح اللي صاير. عادي على حسب كل بنت إيش المواصفات اللي هي تبغاها، ما حتلقاها في أي رجال على طول. أول ممكن علشان عارفة ما كان عندنا الاستقلالية اللي زي دحين، زي الحرية اللي فتحت لنا دحين، إنه أنا أقدر أكون نفسي وأبني نفسي بدون ما أحتاج لشخص ثاني. طب أنت تفكري تتزوجي لما يصير عمرك كم؟ لما نعقل يعني 25 26 زي كذا، مش مو دحين. عشان أخلص الجامعة طلع. ما أحس إنه أنا حلاقي واحد على حسب مواصفاتي، واحد منفتح. دحين كلهم يعني مو عاجبهم الوضع اللي صاير دحين، أو إنه يكونوا هم متفتحين بزيادة، ما حيكون رجال ليا. ممكن هو كمان يطلع عنده مشكلة، عنده شيء ما حقدر أثق فيه على طول.